السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أحبابي في حلقة جديدة من سلسلة رجال حول الرسول. قصتنا اليوم عن الصحابي الجليل أسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة. في السنة السابعة قبل الهجرة في مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعاني هو وأصحابه من أذى قريش له، وبيحمل هم الدعوة والإسلام. وفي وقت ما هو كان في شدة حزنه وضيقه من الأحوال، جاله بشارة جميلة إن أم أيمن ولدت مولودا جميلا، فاتبسط الرسول صلى الله عليه وسلم. مين هو الغلام السعيد اللي أدخل السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه أسامة بن زيد. وما استغربش حد من الصحابة فرحة الرسول الكبيرة بالمولود الجديد. ليه؟ لأن الرسول كان بيحب أبوه حب كبير جدا جدا، وكان قريب منه قوي. فأم الغلام هي أم أيمن، وكانت أم أيمن مملوكة لآمنة بنت وهب أم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خادمة عندها، فهي اللي ربت الرسول وحضنته بعد وفاة أمه، ومفتح عينه على الدنيا ما يعرفش أم لنفسه غيرها، فأحبها حب كبير جدا، وكتير كان بيقول لها أنت أمي بعد أمي وبقية أهل بيتي. دي أم الغلام المحظوظ. أما أبوه فهو حب رسول الله زيد بن حارثة، وابنه بالتبني قبل الإسلام، وصاحب سره، وأحد أهله، وأحب الناس إليه بعد الإسلام. فرح المسلمين بمولد أسامة بن زيد أكنهم ما فرحوش بمولود قبل كده خالص، لأن كل حاجة بتفرح النبي بتفرحهم، وأي حاجة بتدخل السرور على قلبه بتسرهم. فأطلقوا على الغلام المحظوظ ده لقب الحب وابن الحب. والمسلمين ما كانوش مبالغين أبدا لما أطلقوا على الولد الصغير ده أسامة، فأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا. وكان أسامة مقارب في السن للحسن ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن أبيض رائع الحسن شديد الشبه بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة كان أسود البشرة، أنفه مفطوس شديد الشبه بأمه الحبشية اللي هي من بلاد الحبشة من أفريقيا، فسود. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفرق بينهم أبدا في الحب، الحسن أبيض وأسامة أسمر، ومع ذلك لم يفرق بينهم أبدا. فكان بياخد أسامة ويضعه على إحدى رجليه، وياخد الحسن ويضعه على رجله الثانية، وبعدين يضمهم لصدره ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. بلغ من حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة إنه في يوم اتكعبل في عتبة عند الباب، فاتفتح وشه وسال الدم من جرحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار لعائشة رضوان الله عليها إنها تزيل الدم عن جرحه، فما قدرتش تعمل كده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الدم من على وشه، وطيب خطره بكلمات رقيقة كلها حنان وطيبة. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أسامة في صغره، أحبه في شبابه. وفي مرة أهدى حكيم بن حزام أحد أشراف قبيلة قريش للرسول صلى الله عليه وسلم ملابس جديدة غالية جدا، اشتراها من اليمن ب50 دينار ذهب. فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم، رفض أنه يقبل الهدية لأن حكيم بن حزام كان مازال مشرك، وأخذها منه بالثمن، يعني اشتراها منه، ولبسها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بس في يوم جمعة، ثم خلعها واداها لأسامة ابن زيد. فكان بيروح ويجي بيها وهو لابسها ومبسوط جدا بيها بين شباب المهاجرين والأنصار، لأنها هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر أسامة وبلغ سن الشباب كان أقدر بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذكي حاد الذكاء، شجاع خارق الشجاعة، حكيم يحبه الناس، تقي يحبه الله. وفي يوم غزوة أحد جه أسامة بن زيد مع مجموعة من صبيان الصحابة عايزين يجاهدوا في سبيل الله، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من أخذ ورجع الباقي علشان سنهم صغير،
وكان من جملة اللي رجعهم الرسول أسامة ابن زيد. فرجع وهو عمال بيبكي حزنا انه مش هيقدر يجاهد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الخندق جه برضو أسامة بن زيد ومعاه مجموعة من فتيان الصحابة ومتجهزين بقى علشان يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجهاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم رق قلبه ليه وأذن له، فحمل سيف الجهاد في سبيل الله وعمره 15 سنة. وفي يوم غزوة حنين لما انهزم المسلمون ثبت أسامة بن زيد مع العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث وستة آخرين من كرام الصحابة. فاستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بالفئة الصغيرة المؤمنة دي أنه يحول هزيمة أصحابه إلى نصر ويحمي المسلمين من أن يفتك بهم المشركون. وفي يوم مؤتة جاهد أسامة تحت راية أبيه زيد بن حارثة وسنه أقل من 18 سنة. فرأى مقتل أبوه بعينه وما ضعفش أبدا وظل يقاتل تحت لواء جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة ثم خالد بن الوليد حتى أنقذ الجيش الصغير من أيدي الروم. ورجع أسامة المدينة وهو محتسب أبوه عند الله شهيدا. وفي سنة 11 للهجرة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش لغزو الروم، وجعل في الجيش ده أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من كبار وشيوخ الصحابة، وأمر على قيادة الجيش الغلام الصغير أسامة بن زيد وما كانش تجاوز 20 عاما، وأمره أنه ينزل بالخيل في منطقة قريبة من غزة من بلاد الروم. ولما كان الجيش بيتجهز مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد عليه المرض اتوقف الجيش عن المسير واستنوا لغاية ما يطمئنوا على حال الرسول صلى الله عليه وسلم. أسامة بيحكي وبيقول ولما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم رحت له وجيه الناس كلهم، فدخلت عليه فلقيته ساكت من شدة المرض، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها علي، فعرفت أنه يدعو لي. وبعد فترة فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة ولحق بالرفيق الأعلى. بايع المسلمين بعدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لإمامة المسلمين، فأمر أن جيش أسامة ينطلق كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مجموعة من الأنصار كانوا بيقولوا إن إحنا نؤخر ذهاب الجيش لقتال الروم، وطلبت من عمر بن الخطاب إنه يكلم أبو بكر في الأمر ده، وقالت له لو أبو بكر ما وافقش فقل له إنه يولي على قيادة الجيش رجل أكبر سنا من أسامة. ولما سمع أبو بكر الصديق من عمر بن الخطاب رسالة الأنصار قام ومسك عمر من لحيته وقال وهو غضبان إزاي تقولوا الكلام ده؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم وانتوا عايزيني أشيله من الولاية؟ والله لا يكون ذلك أبدا. ولما رجع عمر للناس سألوه اللي حصل، فقال امضوا فقد لقيت ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله، انتوا معرفتوش ايه اللي حصل لي بسببكم. ولما انطلق الجيش بقيادة قائده الشاب مشي معاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ماشيا وأسامة راكب. أبو بكر ماشي وأسامة راكب الخيل بتاعه، فقال أسامة يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن، يا إما تركب أنت يا إما أنزل أنا. فقال أبو بكر والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم قال لأسامة أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وأوصيك ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مال عليه وقال لو رأيت أن تترك عمر معي يساعدني فأذن له بالبقاء معي. فأذن أسامة لعمر بالبقاء مع أبو بكر الصديق. انطلق أسامة بن زيد بالجيش ونفذ كل ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام في المنطقة اللي أذن له بها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزة من أرض فلسطين، وجلس يتكلم مع جيش المسلمين علشان يشيل من قلوبهم الخوف من لقاء الروم، ومهد الطريق قدامهم لفتح بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا. انتهت المعركة
بفوز جيش أسامة، ورجع وهو راكب الفرس اللي استشهد عليه أبوه في معركة مؤتة. ويقال إن مفيش جيش غنم غنائم كثيرة كجيش أسامة بن زيد. ظل أسامة بن زيد موضع احترام المسلمين وحبهم وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب لما يقابل أسامة بن زيد يقول له مرحبا بأميري، فلما يشوف حد بيتعجب من الكلام ده يقول لقد أمره علي رسول الله، يعني كان هو أمير جيش مؤتة وإحنا كنا تحته في الجيش. رحم الله الصحابي الجليل أسامة بن زيد وأكرمه ورضي الله عنه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.